تجاوز الحد، لا يجوز تجاوز حدود الله عز وجل. لا الطغيان سواء كان طغيانا على الآخرين أو طغيانا معنى تجاوز ما شرعه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ينهى الرسول ومن معه عن هذا الطغيان، ولا تطغوا. فالطغيان هو أساس الفساد في الدين والدنيا، إذا كان تجاوزا لأمور الدين أو تجاوزا في أمور الدنيا على الناس. قد قال الله عز وجل في أهل جهنم: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الطغيان هو من أسس الفساد في هذه الحياة، ومنه البغي والعلو في الأرض على الناس، كما وصف الله فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا من المسرفين. فالعلو هو هذا الطغيان، يجسد هذا العلو. استقم كما أمر، ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تطغوا، لا تظلموا أحد، لا تطغوا على أحد، لا تستعلوا على أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ولا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. استقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالكم الظاهرة والباطنة، بصير بها، يعرف العمل وما وراء العمل من البواعث والنيات، فهو يجازي به في الدنيا وفي الآخرة. وهذا يتضمن وعدا ويتضمن وعيدا في الوقت نفسه، لأنه يجازي على الخير خيرا وعلى الشر شرا. إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. كما أمر الله تعالى بالاستقامة ثم نهى عن الطغيان، نهى بعد ذلك عن الركون إلى الطغاة وإلى الظلمة. معنى هذا أن المؤمن لا ينبغي أن يكون طاغية ولا ظالمة، كما لا ينبغي أن يركن يوما إلى ظالم أو طاغية. لا تركنوا إلى الذين ظلموا، فسره بعض المفسرين لا تركنوا أن تميلوا إليهم ميلا يسيرا. وقال العلامة الشيخ رشيد الرضا رحمه الله: لا تركنوا إليهم، أي لا تعتمدوا عليهم ولا تستندوا إليهم، لأن من ركن إلى شيء جعله ركنا يرتكن إليه ويعتمد عليه ويعول عليه. فمعنى هذا أن لا تتخذوا الذين ظلموا سندا لكم، ولا ترجعوا إليهم عليهم وتكونوا لهم يدا وعونا. لا تركنوا إلى الذين ظلموا، وهذا الآية في القرآن، ألا تظلم وألا تكون عونا لظالم، لأن من أعان ظالما واشترك معه في الإثم. ومعظم الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض ويطغون على عباده يفعلون ذلك بمن معهم من الأعوان والأدوان. ولهذا قال الله تعالى: إذا فرعون جنودهما كانوا خاطئين، مع فرعون وهامان في الإثم اشتركوا في الإثم، قال: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، لأن الظالمين إنما يظلمون بهؤلاء الأعوان ويتقوون بهم ويتكبرون بهم. وقد روى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه في خلق القرآن الشهيرة وأصابه ما أصابه من العذاب والامتحان، جاءه سجانه يوما فسأله عن الأحاديث التي وردت في أعوام الظلمة، هل هي أحاديث صحاح؟ قال له: نعم. قال له: وما قولك فيه؟ أأنا من أعوان الظلمة؟ قال: لا، لست من أعوان الظلمة. أعوان الظلمة من يدخل لك طعامك، ومن يخيط لك ثوبك،
ومن يفعل لك كذا وكذا. أنت فمن الظلمة أنفسهم. أنت من الظلمة أنفسهم. سجان الظالمين. ظالم. جلاب الظالمين. ظالم. ليس مدرجا. عون. هكذا يقول. قد ورد هذا عن أكثر من واحد من السلف. قال بعضهم إن أخيرت لهؤلاء الظلمة. لأبهم. فهل أنا من أعوان الظلمة؟ قال لا. من يعطيك الإبرة هو من أعوان الظلمة. أما أنت فأنت منهم. وهكذا. ولكنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا الله. وبذلك كان أئمة السلف مترعين أشد بقرب الظالمين. سهلون لهم أمرهم أو يقلبون حياتهم أو يصدقون بكثير كانوا حريصين على أشد الحرص.